وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري قبول الطالبات؟ هاي ايه ده؟ فنجان المكتب اللي جوه. المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا. رشا بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني، شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي، انا اسف. انا عذرك يا ابني، بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها، وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. هو كده بقى الكلام يحلوي. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان وذ يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني؟ انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا 5 دقايق وجاي لك. ايه 5 دقايق تاني؟ 5 دقايق؟ باسبورك يا باسبوري المصري. ابوس ايدك، اخيرا حزافر. ظفرني بقى. مصر كمان بتحبني. انا استحاله اتخلى عن مصر، انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش ليه، بس مستحيل اتخلى عن مصر. ومصر كمان لازم تحبني، ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. الف شكر. يو ويلكم. انت مسافر برضو؟ يا انا كمان مسافر. ورايح فين في امريكا؟ رايح ولايه شيفاجو لاصحابي. شيفاجو؟ شيكاغو. شيفاجو. والنبي ما تلخبطش معلومات، انا مصدق. انما انت رايح ولايه ايه؟ انا رايح ولايه كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ دي في الشمال جنب شيفاجو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه. انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام؟ وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر، وغلطت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. اوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي، واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطي قوي هو. برضو. وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا، في اهم سؤال. ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضه ليها ورقه؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين. ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها شويه كده عامله روح كده. روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا، انا وضعي مختلف. انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I'm American. ها ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا انا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي.
وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقولك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قولي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطة وهي مش عارفة تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنة لسه قاعد مع امه حد النهاردة عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكرة هيكون حماسة زي سعيد ونوسة زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ رايت انا ابني دايما بقول الحمد لله، ولا اقولها لك بالامريكاني يمكن تفهم. احنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. انا لو ابص للظروف زي ما انت بتبص ممكن اشوف فيها حاجات سيئه كتير وممكن اكثر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبه اللي انت بتتكلم عليها ده، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوة كتير. بس المسألة دي بقى عايزة واحد بيشعر، بيحس بأم عظيمة زي أم سعيد، ست صبرة محتضنة ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف أفندي، راجل الدنيا بهدلته طحنته، بهدلته يمين وشمال، وهو صابر ثابت لم يفقد إيمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في أمريكا حاجات حلوة كتير، بس دي مهضور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الأيام. إنما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، وإلا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. You know أنا جيت مصر وكنت فاكر إن أنا هشوف الصورة اللي أنا ستاري. عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش عارف بقى إيه الحلو اللي أنا سبته والوحش اللي أنا جيت هنا شفته وعشته. وأنت جاي بعد 20 سنة تقولي الظروف